أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي في حلقة جديدة من برنامج دنيانا. يشاركني فيها هذا الأسبوع ست البنات الجعلي من السودان، ميا الرحبي من سوريا، عليا الوهاب من العراق. في دنيانا اليوم الانتقام بضوء ما يجري حاليا في المنطقة. هل نحن محكومون من خلال ثقافتنا وتربيتنا أو الأوضاع الحالية بالشعور والرغبة بالانتقام؟ في دنيانا أيضا خريطة المنطقة الجديدة التي رسمت على الأرض والتي تشير إلى تقسيم فعلي للعديد من الدول العربية. هل هذه الخريطة ستأخذ طريقها إلى التطبيق الأبدي لسنوات طويلة ستمر، أم أننا أمام احتمال أن نعود لدول موحدة سابقة للتطورات الحالية؟ نبدأ من عندك ست البنات، نتعرف عليك. أنت من السودان ولكن خارج السودان. أنت بس متابعة لما يدور في السودان بشدة. تتابعين ما يدور في السودان. وأنت لما سألناك ماذا تريدين أن نعرف عن نفسك قلت ناشطة اجتماعية وحقوقية. ميا الرحبي من سوريا. أنت طبيبة. طبيبة وناشطة سياسية ونسوية، مش نسوية. نسوية. النسوية شيء والنسوية شيء. لا لا، هي نفس اللي، ولكن في اللغة العربية يجب فيمينيزم. فيمينيزم هي النسوية. يعني في اللغة العربية بقضايا المرأة. نهتم بقضايا المرأة وندافع عن حقوق المرأة أيضا، وأنا كاتبة أيضا. وناشطة سياسية. وناشطة كل سياسية. هذه الأشياء يعني لا، هي كلها بتنفذ على بعض يعني. نعم. ست عليا. فنانة تشكيلية واقتصادية. فنانة تشكيلية واقتصادية، يعني تباعد كبير. إنه درست اقتصاد وأخذت ماجستير اقتصاد واشتغلت اقتصاد، وبعدين اكتشفت الموهبة مؤخرا. الموهبة موجودة عندي من 5 سنين عمري، بس يعني انه انت تشتغلي بشغل ما بيكون، ما بتكوني انت، ما بتحسي بذاتك بكيانك. الرسم يخليني احس بوجودي، يخليني احس مين هي عاليه. يعني الرسم صار مهنه؟ ايه حاليا ايه، بس انه يخليني احس انا مين، يعني انه يعطيني شعور انه انا مين، عمليه تحقيق ذاتي اكثر. تركت الاقتصاد. ايه. ماذا تتركين؟ يعني تركت الطب. أنا اخترت النشاط. اخترت النشاط النسوي والسياسي وتركت الطب. وتركت الطب خاصة بعد الأحداث اللي صارت في سوريا. وأنت ست البنات أي مهنة تتركين؟ أنا أستاذة، كنت مدرسة لغة إنجليزية، لكن أخذت المنحة بتاع النشاط. يعني اختيارات وفي يعني لما كنت عايشة في الغربة كنت بدرس، يعني متخصصة في التعليم بتاع اللاجئين، بشتغل يعني كنت مع المهاجرين أو اللاجئين بإنجلترا، وبعد ذاك تخصصت في بريطانيا، وبعد ذاك تخصصت في مجال العنف ضد المرأة. يعني العنف ليس العنف ضد المرأة. أيوة. هو موضوعنا هو العنف بشكل. أيوة. عام المتأتي عن الشعور بالانتقام، ولكن بعد هذا التقرير. إلى أي مدى يمكن أن تصل الرغبة بالانتقام من الخصم؟ سؤال يطرح في ضوء التعديات والانتهاكات التي شهدتها وما زالت بلدان عربية عدة، ممارسات خرقت الكثير من حقوق الإنسان التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية، كالتعذيب في السجون الذي استخدم على نطاق واسع كوسيلة لتدمير الموقف جسديا ومعنويا. لكن ممن يرغب المنتقم بالانتقام؟ هل ممن يوضع في خانة العدو، وهو المصطلح الذي يستخدمه طرفا الانتقام عادة؟ يبدو فعل الانتقام بين أبناء البلد الواحد شائعا أيضا، منها ما سجل في السودان وفي سوريا وليبيا، والبعض يضع بعض محاكمات السياسيين في العالم العربي في خانة الانتقام كما في مصر والعراق. هل نحن محكومون بعقلية الثأر؟ يعني هناك خلفيات سياسية وخلفيات كثيرة لما يجري. الثأر عادة متأصلة بالعرب إجمالاً، عادة جاهلية موجودة قبل الإسلام، وإجا الإسلام حد فكرة الثأر. كانت موجودة بين العشائر، بين القبائل العربية، الغزوات تصير إلى آخره. المفروض الإسلام حد عملية الثأر بين القبائل.
وبين بين الأشخاص وإلى لحد لحين تكوين الدول المدنية. أصبح اللي القانون هو اللي أصبح القانون مع الأسف قسم من عدم تطبيق القانون بطريقة صحيحة بطريقة عادلة متساوية بين الناس يؤدي إلى استمرار التخلف والجهل. يعني أنه موجود ولكن ست عالية، يعني نحن نتحدث عن دول في حالة حرب، العراق، أنت من العراق، مية من سوريا، وست البنات من السودان، دول في حالة أزمات وحروب داخلية، وهذه الحارات والحروب الداخلية يؤججها سلوك ثأري. صحيح، يؤججها رفض. الانتقام يجي من يتصاعد، يعني حالة الرفض تتصاعد لحين تكوين عملية الانتقام، إما قتل إما إلى آخره، يعني من الأشياء اللي يمكن أنه أنا بوضعي ما أقدر أفكر بيها، ما تخطر على بالي أنه أنا أنتقم من إنسان مهما كانت حالة الرفض عندي. المشكلة بدأت من فكرة أنه إما أنت معي أو أنت ضدي، أنت عدوتي. ما في عندنا روحية تقبل الآخر، ما عندنا إياها، لا عندنا نظام ديمقراطي بكل الدول العربية إجمالا يؤدي إلى تداول السلطة، كمان ما عندنا إياه. مين ما إجى على السلطة قاعد وبعد بطل يقوم، يعني أنه عندنا نور المالكي قال ما ننطيها، صدام بقى 35 سنة، مع أنه كان عندنا دولة بزمن صدام، حاليا ما عندنا دولة. اللي قبل يعني مستمرة العملية أنه لا يتغير حاكم بدون انقلاب وبدون جهة. ليس هناك انتقال سلمي للسلطة، لا ما في انتقال سلمي للسلطة، ما عندنا إياه بالدول العربية. القمع على الفرد يولد هذا العنف الذي يستعد الفرد أن يمارسه. الحقيقة حس الانتقام بيجي لما بيحس الإنسان أنه ما في عدالة، ولذلك يحاول أن يأخذ حقه بيده. أما لما بيكون في قانون عام بيحكم بين الأفراد ولا يميز بين فرد وآخر، وقتها بيحس الإنسان أنه ممكن العدالة تتحقق عن طريق القانون، ولذلك ما أنه محتاج هو أنه ينتقم أو تكون نزعة الانتقامية عنده متنامية. ست مية، حتى لا نتحدث في العموميات، أنت تأتين من سوريا وسوف نستمع أيضا إلى ست عالية بالملموس، يعني الخطف المتبادل على أساس طائفة، التهجير من القرى على أساس طائفة ومذهبة، يعني هذا النوع من الانتقام نقول له خلفيات سياسية، ولكن في أبرياء يجري الانتقام منهم على هذه الخلفية. هذا صحيح، ولكن كيف بدأ الموضوع؟ يعني أنت بدك تتاخدي الموضوع كيف بدأ. إحساس بعدم العدالة خلى شعب يثور ويقوم ضد الحاكم المستبد، ومن ثم لما صار في حمل سلاح بين كل الأطراف صارت الموضوع موضوع تقاتل وانتقام وتبادل أشكال من الانتقام والتسلح. فالمسألة هي بالأساس عدم إحساس بالعدالة. وحتى في بعض الفلاسفة مثل هيجل مثلا بيقول إنه حس الانتقام عند الشعوب لما بتكون في مستبد هو فعل إيجابي. يعني أنت توافقين عليا على ما قالته، على إنه نحن لدينا أنظمة قمعية. تماما تماما، الأنظمة القمعية هي اللي بتخلي عند الشعوب إحساس باللا عدالة، وأن إلى أن تصل الشعوب إلى مرحلة تحس أن ذلك درجة العنف والخطف على الهوية لا أنا عم بحكي بالبداية كيف بتبلش الثورات عند الشعوب، هي إحساس بعدم العدالة والرغبة في الثورة على الوضع القائم. لما بيصير في حرب الحقيقة بيحكم منطق الحرب اللي هو منطق لا أخلاقي بالأساس، متى ما صار في حرب صار في منطق لا أخلاقي، ومنه بيصير الخطف وبيصير أي شيء آخر مبرر من وجهة نظر الحرب. الحروب تولد شريعة الغاب تماما، يعني أنه في كثير من الناس اللي كانوا ضد صدام بالحرب، أنا من الناس اللي مش معه لأنه أرفض القمع، أرفض الاستبداد، أرفض
تغييب العقل، أرفض قتل الفكر، أرفضها كليا. لكن ولا ممكن كان أوافق أنه تجي تجتاحنا جحافل من القوات تجتاح العراق وتدمر الحرب، خصوصي أنه إحنا عندنا سابقة شفنا بفيتنام شو صار، كيف تدمر الشعب الفيتنامي وتشتت يعني في سوابق. السؤال هو هل يموت الثأر ست البنات؟ لأنه أحيانا نشهد أحداث وحوادث إلى خلفية كثير قديمة. هو في فارق طبعا بين الثأر وبين الانتقام. تكلمنا عن الثأر زي ما قالت، هو الثأر اللي كان ممارس في الجاهلية، وللأسف هو لحد الآن في بعض الأحيان اللي هو مثلا في صعيد مصر أو في اليمن اللي هو غبلي النظامات حد أيوة. لأسباب عشائرية واحد مات. لكن أنا بفتكر إنه الانتقام، الأسباب بتاعت الانتقام أولها هو الظلم والغبن والاضطهاد، والاضطهاد والقهر بالملموس في السودان. أيوة في السودان أنا بقول يعني حصل تطهير عرقي مثلا في دارفور. مشكلة دارفور أصلا أساسا هي جاية من التهميش، تهميش لهذه. وبعدين القضية بتاع دارفور دي هي ما جديدة، الصراع الدائر في دارفور ده من بدري جدا، يعني اللي هو بس التراكم خلاه يصل للمرحلة بتاعت السلاح. لكن كل الحكومات المتعاقبة الجاد للسودان ما حاولت تحل المشكلة بتاع دارفور. عندنا نحن في السودان مشكلة اسمها المركز والهامش. الهامش هي الأطراف، كل الناس اللي عايشين في الأطراف هم مهمشين من الثروة، يعني ما في توزيع عادل للثروة. ولكن دارفور حصل تطهير عرقي. التطهير العرقي هي زي ما قلت لك المشكلة التراكم بتاع القهر، وحصل استخدام الاغتصاب كسلاح حرب. أيوة ما هي لماذا هذا الحقد؟ الحقد ما قلت لك جاي أساسا من هذا الظلم، من هذا الاضطهاد، من هذا التهميش، من القهر، القهر الثقافي، القهر اللقوي، القهر الاجتماعي، من القهر العرقي. يعني في قهر عرق. السودان هو دولة متنوعة ودولة متعددة الأعراق، متعددة اللغات، لكن هذا التنوع أنت ما بتشوفي في السودان لأنه ما ممثل. لا عشان كده في قهر ثقافي. يعني ست البنات، هو السؤال أنه الثأر لا يموت يعني مية. يعني كنا نتحدث أنه هناك قضايا نشهدها لها خلفية تاريخية كبيرة، لأنه لم يكن هنالك عدالة، ما في عدالة، حلول عادلة، ما في حلول. لما بيكون في حلول عادلة، المشكلة حاليا أنه لما عم بيصير حرب بين طرفين تتدخل دول أخرى وتضع حل غير عادل، ولذلك يبقى الصراع مستمر. حل غير عادل يعني يجري فرض وفرض. فرض تماما. هلأ مثل ما صار بفلسطين، يعني في حل انحط من قبل الدول العظمى ولكن حل غير عادل للفلسطينيين. متى ما بقي هذا الحل غير العادل سيبقى حس ليس الثأر ولكن البحث عن العدالة موجود، واللي ممكن يتسمى ثأر ولا انتقام، ولكن هو بحث عن العدالة بالدرجة الأولى. يعني انتهاء الحروب على الزغل مثل ما بيقولوا. أنا أعتقد أنه كل الأمور الحاصلة بالعالم العربي حاليا لها خلفية مخطط لها، والسبب فتش عن إسرائيل، واللي يخطط يفتش على المناطق الرخوة. يعني أنه ست عالية بس خلينا نناقش الموضوع، يعني كله نظرية المؤامرة ماشية. كل عمليات القتل والمذابح والخطف تجري في أيادي أبناء هذه صحيح الدول. صحيح صحيح. نحن نريد أن نبحث لماذا الإنسان ممكن أن يقتل جاره عشيرة أخرى أو أن يفجر نفسه في على مدى سنين. لما أنت ما دخل إسرائيل يعني. نو نو بلا بلا، هي الأساس تفتيت الدول العربية، هذا موضوع أوكي. آخر نحن نتحدث عن سلوك الانتقام. أوكي، كيف أنا أفوت لحتى أخلق هالروحية؟ لما تكونين تفتحين تلفزيون في عملية تهييج نعم خطاب الكراهية، خطاب نعم الكراهية متوا يعني تحريف. أنه صرفت أموال لخلق هذا خطاب الكراهية. يعني إذا ترجعين إلى خطاب بوش بال2003 انه انت معنا، انت رايك ضد راينا،
انه انت معنا، رايك مش ضد، مش معنا، مش ولكن يختلف. النقطه التي تحدثت عنها ميا وربما ايضا ست البنات حول عدم وجود عداله، يعني الان في العراق يبحثون في قانون عفو، لبنان اقر قانون العفو مباشره بعد الحرب، والناس تاتي وتقول لم تنتهي الحرب، قابله للتجدد لاننا لم ننهيها على اسس سليمه، لانه خلق الطائفيه بالعراق الوضع يختلف، الطائفيه تغلغلت بشكل مزعج ومخيف، يعني بال 2006 2007 كان في حرب طائفيه، كانت الناس تقتل على الهويه لا اكثر، ولا انه انت تكونين شيعيه اقتلك، سنيه اقتلك، وات ايفر، يعني هذه موجوده. لذلك يعني انا ماني مع موضوع العفو لما بيكون في صراع في شيء اسمه عداله انتقاليه. العداله الانتقاليه يجب ان تطبق في كل اماكن الصراع، لأنه من غير تطبيق العدالة الانتقالية تبقى الأحقاد موجودة في النفوس، وعدم الإحساس بالعدالة يبقى موجود في النفوس. أما عندما تطبق، وهذا على المدى البعيد يخلق أيضا، يعني ينتظر الإنسان، يبقى أحيانا إذا بتشوفي عند شعوب مئات السنين بيبقى هذا الحقد موجود، مثلا لأنه عدم، يعني بإيرلندا مثلا، يعني بتشوفي انه احيانا مئات السنين بتمر وبيضل الاحقاد موجوده لانه لم تطبق عداله. حاليا المفكرين والقانونيين الدوليين اوجدوا ما يسمى بالعداله الانتقاليه، هي العداله الانتقاليه اللي بتتضمن جبر الضرر والاحاله للقضاء ولجان الحقيقه والتعويض، بس مش تطبيق استنسابي، التعويض، التعويض سواء المادي او المعنوي، المهم ان يكون عند الناس جميعا إحساس بأنه تم تطبيق شيء من العدالة، ولذلك ممكن هذا الإحساس بالعدالة اللي بيقود للثأر والانتقام ينتفي من عند الناس. وبعدين بدار أقول لك أنه السبب الخل المشكلة تتفاغم لأنه لقوا فرصة، اللي هم زي ما قلت لك الجنجويد دي أصلها قبائل عربية في الماضي، في قبائل أفريقية وقبائل عربية في دارفور. القبائل الأفريقية هي قبائل مستقرة وصاحبة الأراضي والمزارع، أما الفرق العربية هي بدو وروحها. لما جاء جفاف والتصحر صار في احتكاك بين هذه القبائل، وهم طمعوا في الأراضي تبع هؤلاء الناس، هؤلاء البتاع، عشان كده والمشكلة صارت بين ليبيا وتشاد وفرت سلاح. أنا وأنت سنستمع يعني قليلا إلى ما ردوا، يعني المشاركة التي أتتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مواقعنا على فيسبوك وتويتر التي تظهر أمامكم على الشاشة، عندما طرحنا سؤال: هل نحمل شعور الانتقام معنا نتيجة ظلم سابق أو رغبة بالانتقام من الآخر؟ أحمد سلطان قال: الانتقام والعنف هو ما تفعله فرنسا حاليا والعجلة تدور، بمعنى ردا على الهجمات التي حصلت في فرنسا والعمليات الإرهابية، يعتبر هو أن الرد هو فعل انتقام. أبو وصفي العبيدي يقول: البشر انسلخوا عن إنسانيتهم كانسلاخ الفراشة عن شرنقتها، لكن الفارق هو أن الفراشة تحلق ونحن نهبط نحو الحضيض. حيدر حيدر يقول: للأسف هذا هو حال الوطن العربي منذ سنوات. وليد الجايح، إذا لفظت اسمه بشكل صحيح، يسمون أو يقمعون شعوبهم بأشد أنواع التعذيب والذل من أجل أن تبقى الشعوب العربية مشرذمة، ما يسهل على القيادات الإبقاء على السلطة والحكم، وهذا ليس بعيد. أيوة. عما قلتوه. أيوة زي ما قالت، هم الأنظمة القمعية والأنظمة الدكتاتورية لما يكون ما في حريات وما في، والواحد ما قادر يعبر، والتخويف، الواحد بيكون خايف ما قادر حتى يتكلم، أنك بتكون خايف إنه بعد شوي حيجوا يحتقلوك ويعذبوك وأهلك تاني ما يلموا فيك، دي كلها بتخلق نوع من الانتقام، بتأدي لممارسات بتاعة انتقام للمجتمع نفسه. نعم. الناس يعني يبقوا مثلا بتاع مخدرات أو يكونوا يمشوا يقتنوا السلاح أو أشياء دي. وبعدين أنا بفتكر حسي من الأسباب اللي بتخلي معظم الشباب مثلا ينضموا للمنظمات الإرهابية هو انتقام منهم لمجتمعاتهم اللي هي ما وفرت لهم ولا شيء، ما وفرت لهم حياة آمنة ولا وفرت لهم سلام ولا وفرت لهم حريات ولا في، يعني في اضمحلال اصلا، اضمحلال فكري واضمحلال ثقافي. انا بتكلم كمان على السودان، يعني عندنا شباب من السودان، شابات انضموا لداعش،
ليش السبب شنو؟ ناس عايشين مهمشين بالضبط كده، ما عندهم اي دور في الحياه العامه في السودان ولا عندهم اي شيء. ولما زي ما قلت لك بيتكلمنا عن الموضوع بتاع دارفور، هو اساسا انتقام لانهم مهمشين بفتره طويله جدا ومظلومين ومقهورين، فلما جات الفرصه حصل ضرب وحصلت اباده من مجموعه يعني معينه ضد مجموعه معينه. هل هذا يفسر تعبير البيئه الحاضنه؟ البيئه الحاضنه الذي نسمعه كثيرا حاليا ان هناك بيئه حاضنه في الموصل فداعش استطاع ان تسيطر. هذا غير صحيح على ارض الواقع. طبعا انا من سوريا وانا في الاصل من المناطق الشرقيه من سوريا اللي بتسيطر عليها الان داعش. الحقيقة السكان كلياتهم هم ضد داعش، ولكن هم خائفون طبعا ويتقبلون الأمر كما هو موجود. ولكن بالأصل بسوريا لم يكن هنالك إسلام متطرف وإنما إسلام معتدل، يعني ولكن أغلب خصوصية الوضع السوري التي تختلف عن العراق بالنسبة لداعش. داعش العراقي عراقيون، داعش نعم. السوري أجانب تماما. ولذلك أنا بالنسبة عم بحكي بالنسبة لسوريا، يعني أسطورة البيئة الحاضنة غير موجودة حقيقة على أرض الواقع، وهذا أحد المبررات للي عم بيمارسوا القصف الجوي من كل الأطراف على هذه المناطق، ويبرروا لأنفسهم قتل المدنيين على أساس أن هذه بيئة حاضنة. البيئة الحاضنة في العراق، يعني كما ذكرت عندما استمعنا عندما سيطر الداعش على الموصل قالوا هناك بيئة حاضنة، وبالتالي يمكن أن نلاحظ المحلل اللبناني والدبلوماسي ووزير سابق غسان سلامي يقول أنه في العراق السنة الذين كانوا مع صدام حسين انتقاما لما يجري انضموا إلى داعش، الجيش الذي حل انتقاما لما يجري انضم الى داعش، القبائل التي كانت في الاساس ضد صدام حسين مثل قبائل الانبار وما الى ذلك هي ضد داعش وتتعرض لاضطهاد مثل قبيله العجيلات مثلا. شوفي اللي صار لما صارت الحرب 2003 وبلشوا بقصه اجتثاث البعث، صار في ظلم، يعني انه لما قالت انه المفروض العداله تطبق، يعني انه ما كانش في ما كان في شيء اسمه عداله، انت مجرد يعني قبل 2003 العراقي الشعب العراقي كله بعثي، كله بعثي، لانه مضطره ان تكونين بعثيه حتى تحصلين على عمل، تحصلين على وظيفه الى اخره. يعني انت تدخلين في تيارات متطرفه كي تنتقمي على لا هي حاجة. هي البدايه مش عمليه انتقام، البدايه مش انتقام. هل هي ايديولوجيا؟ سوء الاداء سوء الاداء الحكومي، سوء الاداء الحكومي ولد الى ناس انه يردون الخلاص باي شكل من الاشكال، يعني انه عميد امير لواء بالجيش العراقي السابق اذا لم يرتكب جنايه ليش انا اتركه بالشارع هو واولاده؟ ليش؟ هذا اللي حصل، تركوا كل الجيش العراقي حل والضباط والجنود بدون أرضية داعش الآن، أرضية التنظيمات التي تقاتل، أرضية داعش، يعني أنه لما تكونين أنت خارج المنظومة المؤسساتية، لما تجبري على أن تتركي هالمنظومة المؤسساتية الإنسان يضيع، يعني وين وإلى من يلتجئ؟ طبعا أنا مش ألاقي تبريرات لهم قطعا لأنه أنا ضد الموضوع فكرة البيئة الحاضنة. أنا ما أتصور العراقي كعراقي بالخلفية العراقية اللي أعرفها ممكن يكون داعش ويكون بهالوحشية ويكون بهالإجرام. انا يعني سوري موجود يمكن، بس انا ما يعني ما عندي قناعه بهالفكره. ما اتصور انه ليس ايديولوجيا، يعني ليس كل الشباب لا مش ايديولوجيا. هلا في بسوريا حتى في بعض مثل ما تفضلت المهمشين الموجودين بالارياف دون تعليم ودون اي وسيله بتنقلهم من الحاله المتخلفه الى الحاله الحضاريه، هدول استغلوا من قبل التنظيمات المسلحه واعطوا رواتب وأصبح الشاب الذي كان مهمش يشعر بنفسه أنه هو مهم، حامل سلاح وإله كلمة وإله قيمة. ولكن إذن استغلال هاي الناس المهمشة حصل، ولكن لا يمكن أن تصل إلى مرحلة نسميها بيئة حاضنة.
لا يوجد بيئة حاضنة. ترجعي للفكرة الأساسية، سوء الأداء الحكومي، سوء الإدارة والتمسك بالسلطة وبالسلطة، وإبعاد تهميش الناس الباقين، تخلي نزعات رافضة بشكل ممكن تتطور من التمرد إلى العنف يعني. وبعدين ممكن الدول تستغل هاي البيئة ويدخل موضوع السلاح والمال يعني. أنت أشرتي إلى موضوع فلسطين ولابد من الإشارة إليه، يعني 85 فلسطيني قتلوا مقابل 20 إسرائيلي قتلوا في عمليات طعن ودهس. يعني عمليات الطعن والدهس ليست في مسار سياسة تحرير أراضي محتلة من وجهة نظرهم، هذه يعني شعور بالغضب يولد شعور العاجز، إحساسهم بالعجز مش بس غضب. الفلسطيني حاليا في مرحلة عجز، يعني أنه لا الدول العربية ممكن ساعدته ماليا وماديا وإلى آخره، أو حتى مفكرة بالفلسطيني خارج المنظومة الإقليمية الاستراتيجية حاليا يعني فلسطين. نحن نحاول أن نفسر بعض السلوكيات، يعني الغضب هذا شعور العجز، شعور العجز والغضب، عدم الإحساس بالعدالة هو الأساس. غياب العدالة، مش بس عدالة، مش بس عدالة. لما عليك ظلم، لما عليك عدم مخنوق أو ما فيك تعمل شيء، تماما العقل يوقف، يبطل في عقل تماما، بيصير بقى بيلجأ الإنسان للنزعات الأولية، لا مساواة في التعامل، لا يبطل مساواة العقل في الحقوق. يعني أنه إحنا المفروض نتحرك بطريقة عقلانية إنسانية. وصلنا للقرن 21، المفروض نبحث عن حقوق الإنسان. ما لكن ما في شيء وصلنا للقرن 21، إحنا لازلنا في أماكن ما تحركنا منها. لا، ما هي النقطة كلها محورية. سوء الأداء، سوء الإدارة أداء الحكومة، والفساد والسرقات، والمحسوبية، تولد تبدي بحالة تمرد، والتمرد يتصاعد ويتصاعد إلى درجة، لما توصل إلى درجة يعني الظلم الواقع على الفلسطينيين، على العراقيين حاليا، الظلم الواقع على السوريين، على اليمن، على كل الدول العربية، على ليبيا، كل الدول العربية الظلم لما يتفاقم، لما يتفاقم، ممكن نوصل إلى حالة عجز، وحالة العجز تفقد العقل، تفقد الإنسان إنسانيته، وهذا اللي حاصل. إحنا عندنا البيئة الحاضنة هي البيئة اللا إنسانية لأي حالات إجرامية، مثل حلق البشر وخطف وبيع النساء والاعتداء والاغتصاب والسبي. يعني الظواهر التي ناقشناها تترجم على الأرض بحالة من إما التقسيم العملي، يعني تقسيم ديموغرافي ونزوح داخلي وهجرة، وإما تقسيم فعلي ينذر بخطر مستقبلي بأنه هذه المنطقة تفقد حدودها اللي لها عشرات السنين عليها. سنناقش هذا الموضوع بعد هذا التقرير. كأن المنطقة تغيرت خريطتها، فأزيلت حدود كما فعل تنظيم الدولة الإسلامية بين العراق وسوريا، ورسمت حدود كما فعل ذات التنظيم داخل العراق وسوريا. أما سوريا ذاتها فهي الأخرى ارتسمت داخلها حدود بين مناطق تسيطر عليها الحكومة وأخرى تسيطر عليها الجماعات المناوئة للحكومة، وهذه أيضا مناطق ارتسمت داخلها حدود بين مختلف التشكيلات المعارضة المتناحرة فيما بينها. أما اليمن فهو الآخر خضع لارتسام جديد داخله نتيجة الانقسام والاقتتال، ناهيك عن الدول التي عزز الانقسام فيها فأصبح دستوريا. والحديث عن الحدود يجر إلى الإشارة إلى أن خطوط حدود عدة بين الدول العربية يخضع فتحها أو إقفالها إلى العلاقة السياسية بين القوى المسيطرة على جانبيها، وليس بالضرورة إلى أسس ثابتة بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار حاجات ومصالح الشعوب قريبة وبعيدة المدى. الخريطة السياسية الجغرافية أو الجيوسياسية تغيرت بالكامل بشكل جذري كما جاء في التقرير. هل عشرات السنين إلى الأمام؟ يعني هل سترجع سوريا موحدة؟ السودان بقرار داخلي له ظروف سياسية، ولكن اتفقوا أن يكون السودان منفصل. هل ترين إمكانية أن تعود سوريا
سوريا واحدة؟ حاليا سوريا على أرض الواقع مقسمة الحقيقة، في مناطق تحت سيطرة النظام ومناطق تحت سيطرة المجموعات المسلحة ومناطق تحت سيطرة داعش، ولكن أنا بؤمن بالشعوب، يعني أنا بؤمن بأنه الشعب السوري لن يسمح بأن يستمر هذا التقسيم إلى فترات طويلة، وأملنا كبير طبعا نحن بنناضل في أنه تبقى سوريا موحدة. هلأ الأمل شيء والواقع على الأرض شيء نحن آخر. نناضل من أجل الأمل، يعني نحن ما لنا ناس قاعدين بالبيت وعم بنقول يا ريت يصير هذا يعني الشيء. أنتم تحدثتم عن العوامل الخارجية بالفقرة الأولى طبعا. الخارج رسم هذه الحدود، ويبدو أن الخارج قرر إعادة رسم هذه الحدود، على الأقل هذا ما يظهر دائما الآن. لما بيكون في مخطط خارجي في إرادة شعوب تقف بوجهه صحيح. دائما صحيح. على يعني اذا اخذتي تاريخ الشعوب في دائما مخططات خارجيه وفي دفاع من الشعوب ضد هذه المخططات ومقاومه للفكره المفروضه، يعني مش كل شيء يجي، ولكن اتهام الخارج بانه يريد تقسيم المنطقه طبعاً كما قسم المنطقه سابقا موجود موجود طبعا. انا عايزه بالنسبه لنا في السودان ما افتكر كان موجود لسبب واحد، انه نحن لما نفشل في حل مشاكلنا بنقوم نتهم الخارج. لا لا، شماعة الخارج ده عاملينه شماعة. شوفي ما أنا أوريك إنه الحكومة السودانية دي لما جات المسائل هي واضحة جدا جدا وكان يمكن تتحلى. أنا إحنا التقسيم أول حاجة التقسيم بتاع السودان ده، قلت فتشوا على المناطق الرخوة. الحكومة السودانية فيها هي مش رخوة بس هي أوكي. هي إيه؟ أججت هذا الصراع صحيح. بالسلاح مش كده وبس، عملت انه يعني قامت عملت من الموضوع ده موضوع بتاع جهاد. شوفي احنا عندنا تخيل انه جهاد بين مسلمين وبين مسيحيين، رغم انه الناس كانوا عايشين معانا في السودان صحيح صحيح. لفتره طويله. انا ضد عمليه المؤامره، وانه في حاجات من برا جات حكمت، قالوا الناس هم لما يفشلوا في اداء، احنا في السودان عندنا ازمه أزمة حقيقية. نحن السودان ده بلد متنوع، كل الدول العربية بأزمة لا نحن بلدنا ما قادرين يديروا. قولي لي الأسلحة منين اجت، الأموال، التمويل، يعني معناتها في جهاز خارجي بالعملية لما في تمويل وفي ما لكن انت لو ما قادره تحلي مشاكلك الداخليه هذا صحيح. وما قادره تشوفي المشكله وين التمويل كان ممكن تتحل اصلا المشكله بتاعه السودان دي او التقسيم بتاع السودان ده ما كان ممكن يحصل لو ما دخلت الحكومه دي البلد في حاله بتاعه حرب وحرب. لو سمحتي يعني في مسلح. في مقوله بتقول الطغاة بوابه الغزاة. ايوه بالضبط. دائما الطغاة بالضبط، دائما في دول عظمى يكون لها اطماع بدول الضعيفه، ومثل ما تفضلتي وقلتي، ودائما هنالك طغاة يسهلون هذا بالضبط. هم اذا كان في مخطط لتقسيم المنطقه المخطط موجود، المؤامره موجوده، فالحكومات الاستبداديه هي التي ساعدت بالضبط ساعدت على تنفيذها يعني. ولكن اذا كانت موجوده عفوا ساعدت في نقطه اساسيه، يعني اتمنى انه ما تغيب عن بال اي احد، احنا في منطقه فيها شعوب مختلفة الطوائف والأعراق والأجناس، ولكن كنا متعايشين على مر العصور. من خلينا نذكر من العصر بداية التاريخ الإسلامي متعايشين متعايشين وعلى وفاق، ولما بلشت الحرب كان يقولوا يعني أطلع بندوة يسألوني أقولهم لا يمكن العراقي يقبل أن يفرق، لأنه عندنا قانون محكومين بقانون العيب، انه انا اخجل منك اسالك انت شيعيه ولا سنيه ولا مسلمه ولا مسيحيه بالزبط. ما كان موجود المؤامره تاتي من خلق فضائيات لبث الفرقه والتفرقه والطائفيه. واحد اثنين انت تتحدثين، خليني اكمل هاي الفكره بس لحظه. اثنين احنا عندنا دوله عنصريه مزروعه بالعالم العربي عنصرية. حتى يتوازى هالعنصر، انه لانه الدين دين لله، الدين مش بيني وبينك، انت بيني وبينك هي المعامله الانسانيه. ولكن ست عالية بنرجع بنقول لك شعوب المنطقه تتقاتل بايديها
بالنسبه لست البنات يعني حتى تقسيم السودان يعني عندما يعني ادين البشير بالتطهير العرقي وصدرت مذكره التوقيف وجلب حقه حصلت تسويه سياسيه بتقسيم السودان بغض النظر عن هذا الموضوع. يعني حتى هون صار في ما بقول لك ما هي المشكله فيهم انه هم ما قدروا. انت عارفه انه لما سيلفا كير لما جاء الاستفتاء كان بيقول شنو؟ كان بيقول لهم اللي عايز يكون مواطن درجه اولى يصوت مع الانفصال، واللي عايز يكون مواطن درجه ثانيه يصوت مع الوحده. نعم فده بيوريك الاحساس بالغبن وبالظلم اللي عايشينه هؤلاء الناس، انهم عايشين مواطنين درجه ثانيه مهمشين، حقوقهم غير محفوظه، في غياب زي ما قالت للعداله لا مساواه. انت حصل سمحتي بانه في السودان جاء رئيس من الجنوب من غرب السودان من شرق السودان، الحكومه هي احنا عندنا صراع ما بين توزيع الغير عادل للسلطه والثروه، الثروه كلها مكدسه في مجموعه بسيطة جدا من الشمال وفي كل مجموعة دول وهذا كل دول العربية ما عشان كده ما في عدالة لا كده ما تقولوا في مؤامرة ما تقولوا يعني في مؤامرة لأنه في ظلم وفي قهر داخلي في مسألة تانية إنه دائما الأنظمة الاستبدادية تفقد حس المواطنة عند المواطن، بيصير هو بيلجأ للتشكيلات الطائفية والإثنية والمناطقية للانتقام. ولذلك لو سمحتي لي فدائما بتتغذى النزعات الطائفيه والنزعات العرقيه تحت الحكم الاستبدادي. ولذلك عندما يحصل اي انقلاب على هذا الوضع بتكون ترسخت هي النزعات الطائفيه، بيصير في قتال طائفي. ربما الاصل هو الاستبداد بالتاكيد. ما عندنا حكم عربي تغير الا بانقلاب او ثوره طبعا أو تدخل خارجي. عالية، أنت متفقة مع بعض يعني المشاركات التي أتتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر في عنوان دنيانا. مثلا كرم عيد يقول بسبب عدم قدرة حكومات هذه الدول على بناء دول قائمة على العدل والمساواة والتطور ربما هذا أجمعتنا عليه. تامر أنور يقول طبعا بسبب عدم قدرة الدول على بناء كيانات مستقلة، وهذا جوابا على سؤال طرحناه، ونشجع المشاهدين أن يشاركونا أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بآرائهم حول التقسيم الذي تعيشه المنطقة حاليا، هل هو سيمتد إلى فترة طويلة أم أنه سينتهي مع انتهاء تلك الأزمات. أحد المشاركين يقول تتحدثون عن أي تقسيم؟ أصلا العرب والمسلمين منقسمون فيما بينهم، من المستحيل الاتفاق والتفاهم، وفوق كل ذلك لن يتفقوا على التوحد. يعني هي مشكلة حكام ومشكلة شعوب أيضا ومشكلة قوى خارجية أيضا بالتأكيد. فكر وثقافة يعني إذا رحت للدول الأوروبية ينزعون إلى التوحد وسووا سوق أوروبية مشتركة وتوحدوا إلى آخره. إحنا عندنا مشكلة جهل، عندنا السماع إلى الزعيم، شي يقول لي الزعيم أنا خلص هذا صار دستور، مش إنه نستعمل تفكيرنا وتقرين الموضوع بشكل وتشوفين بعينتين نو. على طول اللي صاير من سنة 2011 من وقت 11 سبتمبر نشوف بعين واحدة ما نشوف بعينتين. يعني ما عندنا أي مجموعة أو أي مؤسسة أو أي حزب أو أي حكومة عملت نقد ذاتي إلى أخطائها، عملت نقد ذاتي إلى الممارسات السيئة التي تحصل على الأرض، ما عندنا إياه، مش موجودة. أنا برفض إنه نقول إنه نحن شعوب جاهلة، نحن شعوب مقموعة مقهورة قمعتها أنظمة استبدادية إيه بس عواطفنا تحكمنا ولكن ونحن ما بنروح دائما مو كل الشعب بيروح وبيقول إيه للحاكم، هذا غير صحيح، ولكن هي شعوب مقموعة ولا تستطيع أن تعارض، والمعارضة غير موجودة في هذه الدول، ولذلك نحن قائمة على التخويف على الإرهاب شوفي يعني
وايضا الانظمه الزبائنيه التي تجعل المواطن بحاجه الى هذه السلطه. اكزاكتلي. والرشوه والاستنسابيه وليس كل الشعب هو المناصر. اغلب الشعب هو شعب مقهور غير قادر على ان يقول لا للحاكم، هذا هو الاساس بالموضوع. اذا سلمنا مع ميا ومع عليا بان هناك يعني مؤامره خارجيه، هل يعني نجيب على السؤال بأنه لن تعود المنطقة إلى خريطتها السابقة، سايكس بيكو انتهى ونحن أمام اتفاق جديد؟ صحيح. لا، هو الاتفاق حسب المعطيات اللي رح تصير على الأرض، لأنه كل الدول الإقليمية هي لاعب فعلي على الساحة. فيعني أنا أتصور أنه هذا موضوع unpredictable مثل ما يقولون، يعني أنه بعد ما فينا نحكم أنه المشروع سينفذ. ولكن مثلا بالنسبة للعراق، الأكراد سيذهبون إلى استفتاء الانفصال، وهناك معطيات على الأرض تتغير. إذا انفصل الكرد يعني العراق ستتغير خريطته، لن يعود عراق فيدرالي. لا، هو لا حيكون فيدرالي بالمبدأ، بمعنى بالخارطة الحالية يعتمد على الدول الإقليمية. إيران وتركيا هل ستقبل دولة كردية؟ في عندك حزب العمال الكردستاني، أنه مقبول بتركيا أو لا؟ مشكلتنا إحنا أساساً حتى كردستان مين كان يمولها من زمن الشاه؟ كان يمولها صدام حسين. ليش عمل اتفاقية مع الشاه بال 75 ونقضها بالحرب العراقية الإيرانية؟ لأنه إيران كانت تمول الأكراد. يعني انه انا يعني انه هذا موجود، تدخل الاقليمي موجود على مدى حسب مصالح الدول. بس انه اللي يؤلمني انا شخصيا لما اشوف واحد عربي مثقف يشوف بعين وحده لانه مصالحه تمست. انا اذا مصلحتي تمست مفروض مو المصلحه الشخصيه هي اللي تحركني، مصلحه وطن. احنا ما عندنا شعور وطني، شعور وطني عام، شعور وطني عام يكسر قرارات التقسيم. طوائفي. يعني ما فينا نقول انه ما في رغبه عند الدول العظمى بتقسيم المنطقه، لانه هذا ورد على لسان كونداليزا رايس ومراكز الابحاث الامريكيه بان تقسيم سايكس بيكو لم يكن صحيحا، ويجب اعاده تقسيم المنطقه على اساس اثني وعرقي وطائفي. ليش؟ وهذا تماما. ولكن ليش التقسيم على اساس اثني وعرقي؟ شو السبب؟ خدمة لإسرائيل بالدرجة الأساسية. ولكن هذا شيء قبل إسرائيل، وخدمة للدول العظمى. قبل دائما إسرائيل تقسيم المقسم بيكو لم يأخذ بعين الاعتبار، أو بالأحرى هو عزز هذا التقسيم على أساس إثني وطائفي. لا، لم يكن بالعراق إثني وطائفي ولا بسوريا. حدود لم يكن سايكس بيكو لم يكن. طبعا سايكس بيكو بنعرف كيف قعدوا السيد سايكس والسيد بيكو وحطوا المسطرة وقسموا دون أخذ بعين الاعتبار أي عوامل جغرافية أو اجتماعية، وإنما وضعوا المسطرة وسطروا على كيفهم. أتت من الخارج هذه التقسيمات ولا تتناسب إطلاقا مع الوضع الموجود. هلا أنا من شرق سوريا، شرق سوريا أقرب إلى العراق منه إلى سوريا الحقيقة، كعادات وتقاليد وقبائل وإلى آخره. أنا ما بحس لما بيجي على لبنان إنه يعني معليش بغض النظر عن سور بينا، بس ما بحس إنه أنا غريبة. ما بحس لما بروح على الأردن إنه أنا غريبة. يعني في شيء يربط بين هذه المنطقة هو أقوى من سايكس بيكو في الحقيقة. فكان يعني في ضرورة لإعادة تقسيم المنطقة، لأنه في قوتين، كان في دولتين قويتين بالمنطقة. ماذا عن الوضع الحالي؟ نعم، ماذا عن الوضع الحالي؟ الوضع الحالي هنالك رغبة بإعادة تقسيم المنطقة، ولكن هنالك إرادة شعوب. دائما المخططات الخارجية بجهة وإرادة الشعوب بجهة تانية. أنا أؤمن بإرادة الشعوب، وأؤمن أن هذا صحيح في
رغبة بتقسيم المنطقة، ولكن يمكن نحن حاليا بحالة ضعف، بحالة سكون. الشعوب العربية كلها مستسلمة حاليا لقدرها، ولكن هذا لن يدوم إلى الأبد أبدا. أنا مؤمنة بالشعوب. ست البنات، يعني ميا وعليا اتفقتا أنه هناك يد خارجية أقوى من يعني، أو ربما تقول الداخل أقوى من إمكانيتها على التقسيم. تجربتك مختلفة. لا، ما أنا بقول أنه يمكن تكون في المؤرخ، لكن إحنا ليه نسمح؟ ليش نحن نسمح بأنه هي الجهات دي تنفذ مخططاتها؟ نحن من الأغلبية؟ أغلبية نحن ولا هم؟ نحن شعوب أغلبية، وعندنا ثروات، وعندنا ثروات كثيرة جدا، النفط، وعندنا ثروة اقتصادية ضخمة جدا كان ممكن نواجه بها العالم كله. لكن لأنه عندنا مشاكل داخلية، مشاكل عدم الوحدة، مشاكل القمع، مشاكل يعني ما اتفقتوا كثيرا في الرأي، بس أنتم في جامع مشترك طبعا. أنتن في جامع مشترك بينكن، هو أنكن بتعيشوا حتى ما نكفي بالفصحى النقيلة، بتعيشوا خارج دولكن. عليا لسنوات طويلة ليس بإرادتنا. بالضبط، ليس بإرادتنا. وأين إرادة الشعوب ست ميا هنا؟ لا، أنا قلت حاليا الشعوب العربية تعيش حالة من الضعف، ولكن هذا لا يعني أن ذلك سيستمر إلى الأبد. نحن حاليا مستسلمين بسوريا، مستسلمين لحرب مجنونة موجودة في البلد. هذا لا يعني أننا نوافق على هذه الحرب إطلاقا. يعني خرجتي بسبب مضايقات أمنية، خوف من الاعتقال. تماما، من فترة قصيرة. تماما، من فترة قصيرة أنا خرجت يعني من سوريا. 40 سنة عليا، عشرات السنين، 30 سنة ست البنات. أنا أشهر عديدة. هل سنوات الغربة، يعني أنت تعايشتي مع الغربة عليا وست البنات؟ خلتني أتمسك بالعراق أكثر، لأنه الشيء اللي الغربة القصرية نحن نقول. أي غربة قصرية أنا بالنسبة لي، يعني عشت بأمريكا، عشت بكندا، عشت بالخليج، عشت بلندن، عشت ببيروت، كله كان دفع إلى التمسك بعراقيتي، لأنه ألاحظ من التعامل اليومي الخارجي في نوع حساسية عند العراقي بالنسبة للمكان، حساسية طيبة، حساسية كبر. بالنسبة للمكان عليا، ماذا تذكرين المكان الذي لا يمكن أن تنسيه يعني بالنسبة لإلك؟ شوفي، كل يعني انا وانا بنت ما كثير تجولت بالعراق واقعا، يعني كانت تجوالي بين مناطق محدوده، لكن كلها هي بغداد. مجرد ما امشي بالشارع وصلت على بغداد من 3 سنين، انه الله ردت روحي أفيش بغداد. الغربه، يمكن انا لو يعني في ناس بالعراق داخل بغداد يحسدوني، واقع الحال لا. اللي موجود بالداخل يحسدوك. أيوة، انت بالخارج اكزاكتلي عايشه برا. بس لا، يعني مثلا صارت الحرب العراقيه، الحرب على العراق، طب انا وحدي هون، التعاطف العام مش رح يكون مثل تعاطفك انت مع بلدك. هون بتحسي بي 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 بقسوه. 40 سنة لم تتصالح مع الغربة، 6 شهور. أنا الحقيقة من بداية هذه السنة، أول أنا بس بدي أقول أنه ما طلعت لأنه كنت ممنوعة من السفر، وعندما سمح لي بالسفر مرة واحدة خرجت، وقررت عدم العودة لأنه بدي أشوف أولادي اللي موجودين برات سوريا. هذا السبب الأساسي. بس الأشهر الأولى كانت مرعبة، من أصعب التجارب اللي مريت فيها بحياتي كلها. كنت حاسة بعدم توازن، حاسة كنت أقول لهم دايما أنا معلقة بالهواء، حاسة رجلي مو على الأرض، أنا مين أنا؟ أنا حسيت أني تركت حالي هنيك وأنا غير شخص آخر، الآن شخص آخر. طبعا هذا بيخف مع مرور الأيام، وبيبدأ الواحد يتأقلم شيء فشيء. بس أتمنى
أتمنى ألا تطول غربتي يعني مثل الأخوات هون، أتمنى أنه بعد أشهر أستطيع العودة إلى سوريا. منيح حطيناكي بالنص لنميزك شوي يعني حتى في سنوات الغربة. ست البنات قلتي أنه كمان أنت حسدوكي أنك في الخارج كتير، ولكن أنت تحسديهم أحسدهم هم موجودين ومبسوطين وعايشين مع بعض بيسلوا كل صباح بيصبحوا على بعض بيشوفوا بعض بيفطروا مع بعض بيتغدوا مع بعض بيروحوا صحيح. عرس بيروحوا وفا يعني كل المناسبات الاجتماعية الأكل ده اللي طعم لما أنا أروح السودان يعني أنا النوم يعني بتحسي النوم نفسه غير النوم اللي أنت بتنوميه هو في المي غير أي كل شيء غير يعني فهم ما بحسوا فيك بالعكس بيقول لك بختك جايبك شنو ومرة كان ابن زوج أختي اتصل علي قال لي إن شاء الله ربنا يرد غربتك وتجي قامت أختي قالت لي لا خليها ما تجي تجي تعمل شنو هنا هذا هو واقع الحال بالنسبة لكل الناس اللي خارج دولهم أيوة الوضع الحالي صح صح وصايرة بالعكس يعني هسه كمان الوتيرة بتاعت الهجرة ماشا زايدة في السودان بصورة أفظع من زمان يعني بقول لك مثلا آخر إحصائية قريبة 10 ولا 1000 دكتور في السنة بيهاجروا من السودان فتفريق بس أنا حاليا يعني أعتقد الوطن هو اللي يحترمك ويعطيك قيمتك صح بالضبط هيدا الوطن يعني بدأتي بالتأقلم ناس عليا لا أنا يعني إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون بالنتيجة إجباري حتى تعيشي وتتصالحي مع نفسك لكن واقع الحال أنت مواطنة في البلد الذي يحترمك ويحترم آدميتك وإنسانيتك ونقطع السطر وقت هذه الحلقة انتهى شكرا ست البنات الجعلي من السودان على المشاركة معنا ست مية الرحبي من سوريا ست عالية الوهاب من العراق وإلى اللقاء مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج دنيانا الأسبوع المقبل